أعزائي المشاهدين في كل مكان، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم مشورة أسرية. في الحقيقة يمكن من أكتر الحاجات اللي بتتحارب دلوقتي هو الزواج. الشيطان دايما بيدخل البيوت وبيحاول يخربها ويعمل فيها مشاكل. علشان كده ده هيكون موضوع حلقتنا النهاردة. هنحاول نفهم الأول إيه هو الزواج المسيحي السليم. وعلشان كده رحبوا معايا بضيفنا اللي منورنا ومباركنا النهارده، نيافة الحبر الجليل الانبا يوسف، اسقف جنوبي الولايات المتحده الامريكيه والحاصل على الدكتوراه في المشوره الاسريه. اهلا بنيافتك يا سيدنا. اهلا بيك. سيدنا، يمكن زي ما قلنا اكتر الحاجات اللي بتتحارب دلوقتي هو الزواج. دايما بقينا بنلاقي في مشاكل كتير بين الاسر. فعايزين نبتدي في حلقتنا النهارده نعرف ايه هو مفهوم الزواج المسيحي السليم. بس اسمح لي نفتك قبل ما نبتدي نشوف التقارير اللي أخذناها مع الناس ونبتدي نرجع نبتدي مع نفتك حلقتنا. تفضل يا سيدنا. في رأيك ايه هو مفهوم الزواج المسيحي؟ اهم حاجة في الزواج المسيحي ان يكونوا اتنين متفاهمين مع بعض، مرتبطين قوي مع بعض، وربنا في وسطهم. اهم حاجة ان ربنا لازم يكون في وسطهم، لان لو ربنا مش في وسطهم هما الاثنين الحياة هتبقى صعبة جدا، لان هيمروا بمشاكل كتير قوي ولازم يواجهوها بالصلاة هما الاثنين مع بعض مش واحد بس. هو مفهوم الزواج المسيحي لينا احنا ربنا مش مسكر، المفروض يكون مفروض يعني ناس امرأة فضل من أجلها سمناها فقل لها. وارتباط مقدس ما بين اتنين المفروض بقى يعني بيبقى متبارك بحضور إلهي وبالمجتمع طبعا. اتنين بيتعاونوا مع بعض عشان يعملوا كنيسة صغيرة يربوا أولادهم فيها. القائم على الصداقة والمحبة، حتى يبقى المسيح هو رأس البيت. كنيسة صغيرة على اسم المسيح، يعني الاثنين بيتحدوا مع بعض بتبقى كنيسة، عليهم انهم بقى يحافظوا على الكنيسة. الرباط مقدس، يعني اثنين ربنا بيجمعهم بيتعهدوا قدام ربنا، قدام مسبح ربنا، انهم يعيشوا مع بعض في مخافة ربنا. سيدنا، يعني اتقال يمكن اكتر حاجة ان هو رباط مقدس وهو كنيسة صغيرة. ايه هو مفهوم الزواج المسيحي؟ احنا نرجع تاني لخلقة ادم وحواء عشان نقدر نفهم ما هو الزواج المسيحي. لما نيجي نبص حياة ادم قبل خلقة حواء ما كانش عنده اي تحدي، يعني كان الراجل عايش في جنة، عايش ما عندوش مثلا مورجج الآن انه هيدفعه ازاي، ما عندوش مثلا وظيفة الرئيس بتاعه بيتحكم فيه وبيضايقه. كان عايش حياة كلها يعني نقدر نقول ستريس فري لايف، مفيهاش اي نوع من انواع الضغوط، ومع ذلك ما كانش سعيد. وبص كده لباقية الخليق للحيوانات ولقى ان لكل حيوان فيه نظير وهو ملهوش نظير. وربنا الحقيقة حتى ما لمش آدم على ان هو شاعر ان في حاجة ناقصة، ما قالوش انت بتتزمر ليه، بتشتكي ليه، ما كل حاجة جميلة حواليك، انت ايه اللي متضايق منه. بالعكس ربنا قال ليس جيدا ان يكون آدم وحده. يبقى دي تخليني اقدر اوصل ان انا اقول ان ربنا لما خلق الانسان خلق النفس بتاعته بنسميها relational soul، يعني النفس دي بتنمو من خلال العلاقات وبترتاح من خلال العلاقات. ادم كان عنده ان هو ممكن يعمل علاقة مع ربنا وعلاقة مع الملائكة، والنفس دي بتاعته تنمو من خلال العلاقة دي. لكن آدم شاف ان في تحدي ان ربنا والملائكة مختلفين عنه، هما ارواح انما هو روح وجسد، فكان عايز حد زيه روح وجسد يقدر يتعامل معاه.
عشان نفسه تنمو من خلال العلاقة دي. فربنا قال له طيب أنا هخلق ليك إنسان منك من لحمك ومن عظمك، فما تقدرش تقول ان انا ما اقدرش ابقى واحد مع الكائن ده اللي ده متاخد منك انت، ولكن هخلقه مختلف عنك. وبالطريقه دي لما تيجي تتعامل مع الكائن ده اللي هو منك ولكن مختلف عنك، تعرف تصير كيف تصير واحدا مع من هو مختلف منك. وبالطريقه دي يبقى ده يعلمك ازاي تبقى واحد مع الله اللي هو مختلف منك. عشان كده ربنا لما جه خلق حواء ما خلقهاش من التراب زي ما خلق ادم، انما خد فتح في جنب ادم وخد ضلع وعمل منه حواء، وادم سمها امراه يقول لانها من امرئ اخذت، وقال هذه لحم من لحمي وعظم من عظامي، يبقى هي متاخده مني يبقى اقدر اكون واحد. ولكن لان في اختلافات فهنا بقى ده التحدي كيف اصير مع الواحد. يبقى لما اجي اقول الزواج من مفهوم مسيحي، الزواج من مفهوم مسيحي في الوحدانيه، في الديمومه ان حاجه دائمه، وايضا في التعامل مع الآخر المختلف لكي ما نصير واحد. ودي تبقى مدرسة تعلمني كيف أتحد مع الله اللي هو مختلف عني، اللي إن هو روح وأنا روح وجسد، لكن أقدر أتحد مع الله. من هنا ربنا حتى في علاقته معنا شبهها بزواج، يعني ربنا شبه نفسه إن هو العريس وإن الكنيسة كلها هي العروس، وبولس الرسول يقول خطبتكم لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. فيبقى الزواج الاتحاد بين الرجل والمرأة ده صورة مصغرة للاتحاد بين الله والكنيسة. وفي أباء تأملوا أن ربنا خلق الكنيسة كما خلق حواء. إزاي يعني؟ يعني ربنا أوقع سبات على آدم، وهنا الله الآب أوقع سبات على المسيح على عود الصليب. ربنا فتح جنب آدم والمسيح فتح جنبه، من جنب آدم أخذ الضلع ومن جنب المسيح خرج دم وماء اللي هي المعمودية والتناول. من هذا الضلع خلقت الكنيسة، خلقت حواء، ومن جنب المسيح المفتوح من المعمودية ودم المسيح التناول بتخلق الكنيسة. بعد كده ربنا قوم آدم كما المسيح قام من الأموات، وإن ربنا خد حواء وقدمها لآدم زي ما الكنيسة أحضرت للمسيح. كلمة أحضرت دي نقراها في أفسس 5 لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة. آدم قال على حواء هذه لحم من لحمي وعظم من عظامي، بولس الرسول يستخدم نفس التعبير يقول لأننا من لحمه ومن عظامه، نفس التعبير. وبالطريقة دي يبقى نقدر نقول إن اتحاد الرجل بالمرأة دي صورة مصغرة لاتحاد السيد المسيح بالكنيسة. عشان كده بولس الرسول لما اتكلم عن الزواج قال هذا السر عظيم، لأن كيف يتحد الرجل والمرأة ده عمل الروح القدس، وده نفس عمل الروح القدس اللي بيوحدني أنا مع المسيح. ففي المعمودية ببقى إناء طاهر، في الروح القدس في الميرون بلبس المسيح، أنتم الذين اعتمدتم قد لبستم المسيح، أعضاء المسيح. في الاعتراف بيغسلني ويطهرني عشان أكون كنيسة مقدسة لا غضن فيها ولا دنس ولا شيء من شبه ذلك. في التناول يثبت في وأنا فيه زي ما السيد المسيح قال. فالروح القدس الذي يوحد الرجل والمرأة في سر الزواج هو نفس الروح القدس الذي يوحد الكنيسة مع عرسها
ربنا يسوع المسيح. سيدنا هو حقيقي حلو قوي التأمل انه زي ما آدم حواء اتاخدت من جنبه المسيح برضو الطعنة كانت في جنبه والمية والدم هي حواء طلعت، يعني حقيقي تعبير أو تأمل جميل قوي. فيعني ربنا يدينا أن احنا نبقى فاهمين ده كويس. هو في كمان مقولة أنا كنت قريتها قبل كده أنه بتقول أنه الرجل هو الإنسان دون أحد أضلاعه، والمرأة هي هذا الضلع، والزواج يحقق عودة هذا الضلع إلى مكانه في الإنسان. فهو حقيقي أنه الزواج حاجة مهمة وهو سر من أسرار الكنيسة، بس ليه أحياناً بنشوف أنه فشل؟ يعني حتى لو هو مهم وأنه زي ما قلنا هنا أنه الضلع ده بيرجع للرجل زي ما حواء اتاخدت من جنبه، فهو لما حصل الزواج كأنه اكتمل بقى كائن واحد. ليه احنا عندنا المفهوم ده بقى مختلف دلوقتي وبقينا بنشوف مشاكل كتير وبتحصل محاربات، الشيطان بيحارب دايما البيوت المسيحية كتير؟ من ضمن التعريفات اللي اتقالت ان الاسرة دي هي كنيسة صغيرة، فلما الاسرة دي تفشل ويبقى كنيسة فيها كذا اسرة فاشلة فالكنيسة كلها تضعف، مش كده الشيطان بيحارب الزواج المسيحي بقوة يعني. لكن أنا عايز أرجع لسؤال اتقال في آخر الحلقة اللي فاتت وما جاتش فرصة يعني نجاوب عليه، بس ده له علاقة بالسؤال اللي بتسأليه دلوقتي. لما اتسأل كان زمان جدودنا ما عندهمش مشورة وكانت الحياة أهدى من دلوقتي، ليه دلوقتي مع وجود المشورة وكده في مشاكل وللأسف نسبة الطلاق بتزيد إلى آخره؟ الحقيقة جزء كبير من المشاكل في الزواج هو سوء الاختيار، إن الإنسان بيختار غلط. طبعا في أسباب تانية بس أنا عايز أركز على النقطة دي. شمشون لما جه يختار عمل ثلاث أخطاء، والثلاث أخطاء دولت ما زلنا بنشوفهم لغاية النهاردة، ولادنا بيقعوا في نفس الثلاث أخطاء دول. أول حاجة إن شمشون اختار واحدة غريبة ليست من دينه، يعني هو يهودي يعبد الله ولكن اختار واحدة لا تعبد الله. وحتى أبوه أمه قالوا له هو ما فيش حد من بنات إسرائيل، حتى أنت بتاخد من الفلسطينيين الغلف غير المختونين يعني، والختان يرمز المعمودية. فأنا لو هترجم الكلام ده أكيد بيقولون أنت ليه بتاخد واحدة مش متعمدة، ليه بتاخد واحدة مش من ديانة. كتير إحنا بننجذب لناس من خارج الدين وبعدين نقول خلاص نضمهم للكنيسة، والضم ده احيانا كتير بيكون ضم شكلي، انضمام شكلي، الهدف يعني منه الوصول للزواج يعني حاجة كده مجرد بحب اعملها عشان يعني اتجوز وخلصت على كده. فده الخطأ الاولاني. الخطأ التاني ان هو ما دورش على الاخلاق بتاعت الاسرة، بنى قراره على يقول she pleases me well، يعني هي بالعربي يقول انها حسنت في عيني، لكن ترجمة الانجليزي اقوى شي بليزز ميول، يعني انا مبسوط معها هي بتبسط. فبنى القرار على الفيزيكال ابييرنس، على الاتراكشن، على الانجذاب، مش بنى على الاخلاق بتاعت الاسره. يعني هو اخلاق الاسره كانت واضحه فين؟ لما هو زعل من مراته بعد ما هي كشفت الغاز اللي هو كان بيساله لاصحابه، فزعل، باباها عمل ايه؟ راح مجوزها to the best man to his best friend على طول. وبعدين لما جه شمشون وزعل وقال له ازاي تعمل كده، الاب يروح يقول له ما اختها الصغيره هي موجوده اجمل منها ما تتجوزها. يبين ان الاسره ما عندهاش اخلاق. فهو ما بصش لاخلاق الاسره، انه ببص على الانجذاب الجسدي فقط. وده كتير من شبابنا برضو بيبص على جمال الجسدي، ما بيبصش على الأخلاق والتربية. جدودنا لما كانوا بيتجوزوا يقولك أنا عايز أخد واحدة من عيلة،
واحدة متربية بنت ناس. واحدة بنت ناس. وبرضه هم يدوروا عليه يقولوا هو ده فعلا ابن ناس، ده من ربي متربي من عيلة ابن ربنا ولا لا. ما كانش في ديتينج، ما كانش بيقضوا وقت كده يتعرفوا على بعض، لكن لان هم كانوا بيدوروا على حد متربي وحد ابن ربنا، عشان كده كانت الزيجات بتنجح. انما النهارده الاختيار كله مبني على العواطف وعلى الانجذاب الجسدي، ومش مهم بقى بنت ربنا مش بنت ربنا، ابن ربنا من نفس الدين بتاعه ولا مش من نفس الدين الى اخره. فدي الغلطه الثالثه، ان هو ما سمعش نصيحه ابوه وامه. احنا كتير شبابنا بيفتكر ان الاب والام دولت ما بيفهموش زي ما انا بفهم، وانا بفهم احسن منهم. وبعد كده ترجع الايام وتلف تثبت ان نصيحه الاب والام دي يعني في معظم الاحوال كانت نصيحه سليمه. وما فيش حد هيخاف على الابن اكتر او البنت اكتر من الاب والام، يعني هم عايزين سعادتهم. فكتير من شبابنا بيقعوا في ثلاث الاخطاء دولت، ان هو بيختار حد غريب عن الدين بتاعه، او يعني ممكن يكون نفس الطائفة والدين بس انا قصدي لا يحياها بعيد عن ربنا، او مبني على الجمال الجسدي، او ممكن مثلا الغنى يعني مش على الاخلاق والتربية والاسرة. وما نسمعش نصيحة الكبار، سواء الكبار ده بقى الاب والام او ابونا في الكنيسة الى اخره. وده طبعا بيؤدي الى يعني ان بعد كده الواحد يبتدي يتجوز كل العواطف بتنتهي بعد فترة، الواحد يقابل الحقيقة وتبتدي المشاكل. من هنا الاختيار مهم جدا جدا جدا. يعني هو سيدنا نيافتك ذكرت قلت انه بعد الجواز بتبتدي العاطفة تهدى وبتبتدي المشاكل، ودايما عارفين انه بيكون او بنسميها مشاكل سنة اولى زواج، يعني دايما فيها مشاكل وصدمات كتير. بس احنا للأسف وقت حلقتنا مع نيافتك النهاردة خلص، فاحنا ده هنبتدي في حلقتنا اللي جاية انه نعرف ايه اللي بيحصل في اول سنة في الزواج وازاي نقدر نتغلب على المشاكل دي. احنا بنشكر نيافتك جدا يا سيدنا نيافتك، نورتنا وبركتنا. شكرا لك. أعزائي المشاهدين، إحنا وقت حلقتنا النهاردة خلص، بس لسه كلامنا عن الزواج والأخطاء اللي بنقع فيها ما خلصتش، فتابعونا الحلقة اللي جاية هنبتدي معاكم عن مشاكل سنة أولى زواج. أنا بشكركم وأشوفكم على خير في حلقة جديدة من مشورة أسرية.